مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين. وزير الصحة يؤكد تأهب الهياكل الصحية لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بكورونا، وأن الجزائر ستستلم قريبا كمية جديدة من اللقاحات خلال تفقده لمشاريع القطاع بالعاصمة. النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية تؤكد أن المطالب المشروعة للعمال قيد الدراسة من قبل الجهات الوصية، وتحذر من خطورة الانسياق وراء نداءات مغرضة تستهدف المساس باستقرار القطاع. وضيفا النشرة الأمين العام والمكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية. تحفيزاً للشباب المستثمر، نماذج فلاحية ناجحة بإليزي بفضل دعم الوكالة الوطنية لتنمية ودعم المقاولاتية. الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى غزوة بدر الكبرى، وفي النشرة وقفة عند العبر والدروس المستقاة من هذا الحدث الهام من تاريخ الإسلام. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن كل المطالب المعبر عنها من قبل أعوانها قد تمت دراستها على المستوى المركزي ورفعها إلى السلطات الوصية، وهذا عقب الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها مجموعات من أعوان الحماية المدنية يومي 18 و25 أفريل الجارية. من جهتها أكدت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الانشغالات المعبر عنها محل دراسة من قبل الجهات الوصية، داعية إلى الهدوء والتعقل. سهيلة دغموم. جملة من الانشغالات والمطالب المشروعة التي تخص أعوان الحماية المدنية محل دراسة مع السلطات الوصية في إطار اللجنة الوزارية المشتركة، هو ما أكدته المديرية العامة للحماية المدنية عقب الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها مجموعات من الأعوان يومي 18 و25 أفريل الجاري. وتجدد الحكومة التزامها باعتمادها نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. بيان الحماية المدنية أوضح أيضا أن جل المطالب سيتم التطرق إليها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية بإشراك كل فئات الموظفين التابعين للسلك. هذا ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة الأعوان إلى التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع، وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وعدم الاستقرار في صفوف الحماية المدنية. ولمزيد من التفاصيل نستضيف في بلاتو الواحدة الملازم بركاني جمال الأمين العام للنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية، وبودوحة عمار المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية. أهلا بكما. شكرا. سلام عليكم. السلام سيدي. إلى أين وصلت مساعي الاستجابة للمطالب المشروعة التي تخص أعوان الحماية المدنية؟ شكرا. السلام عليكم أستاذ زلف اللون، شكرا على الاستضافة. يعني المشاكل السوسيو بروفيسيونال المهنية الاجتماعية الشرعية لأعوان الحماية المدنية الخاصة بسلك أعوان الحماية المدنية هي قيد دراسة على مستوى الوزارة الوصية في إطار لجنة، مصيبة لجنة على مستوى الوزارة الداخلية المشتركة بين الوزارة الداخلية والممثل للنقابة الممثلة من طرف الفيدرالية الوطنية لعمال الجماعة المحلية والإدارة، أين النقابة الوطنية عضو في هذه اللجنة. تم طرح ان هذه الانشغالات وهذه المطالب على هذه على مستوى هذه على هذه اللجنه وهي محل دراسه، وفيما بعض يعني نقولوا بعض المطالب
نذكر منها إعادة النظر في القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية لو ساتي بارتيكولي دي جون دو بروتيكسيون سيفيل، لا سيما حنا الأعوان، حنا العون الحماية المدنية يخدم نقولوا ساعات إضافية وهي تمثل في 80 ساعة في الشهر، أن يتم الإدراج هذا المطلب عند إعادة النظر في هذا القانون الأساسي الخاص بسلك أعوان الحماية المدنية. منحة العدوى، طلبنا بمنحة العدوى، فتح ليزيكزام بروفيسيونال وفتح التوظيف الخارجي، لأن الحماية المدنية تعاني الوحدات تعاني من نقص في التعداد، وهذا يعني يعود لاسباب روتريت انتيسيبي دونك كان مونك. دونك هذه المطالب هما محل دراسه مع هذه اللجنه. كاين يعني جدول تاع اللقاءات اين وين ان شاء الله هذه المطالب راح تلقى الحل باذن الله مع هذه الوزاره، وحنا يعني على يقين انه الاجابه ستكون الاستجابه من الوصايه تكون ان شاء الله على اوتور دو ديزاتونت يعني تاع الاعوان تاعنا. ولكن يعني بودي ان اتوجه الى الاعوان تاعنا، يعني احنا اعوان دوله، يعني الانضباط ومعروفه وروح المسؤوليه معروفه عند اعوان الحمايه المدنيه، وحنا نقولها بالعربيه راس مالنا هي الثقه تاع المواطنين والدوله في الاعوان الحمايه المدنيه، والثقه هذه جاتنا من جاتنا من الانضباط تاعنا، يعني سي ان سين دو ريكونفور. عون الحمايه المدنيه سي ان سين دو ريكونفور. دونك الاعوان تاعنا نقول لهم يعني هاد الصوره ما لازمش تروح لنا، هاد الصوره ما لازمش تروح لنا، لازم نحافظوا عليها. والمطالب الحمد لله المطالب يعني على مستوى الانشغالات على مستوى المديريات المحليه ولا المديريه العامه يعني المركزيه، بيبان حوار مفتوحين الانشغالات راح تلقى الحلول في هذا الاطار، يعني كل المطالب هو عندها حل، ولكن هذا ما يعنيش انه على مطلب نديروا يعني نديروا الوقفات ولا لا لا، الاعوان تاعنا لازم نكونوا مسؤولين. راح نكمل بهذا الميساج، الى سمحتوا لنا بهذا الميساج، سكو تو بروبليم اون سوليسيون، كل مشكل له حل، هو انه والمشاكل تحل على مستوى الطاوله. الور الاعوان تاعنا نقول لهم النقابه الوطنيه اي وقفه، المطالب ستلقى باذن الله الحل في اطار التشاور والدراسات على والدراسه على مستوى هذه اللجنه. نطلب منكم برك يعني يخلونا نخدموا في اطار كالم هادئ، يعني باش نلحقوا ان شاء الله الطموحات تاع الاعوان. ان شاء الله يعني الاعوان تاعنا، يعني ما عندناش شك بصح الاعوان تاعنا ان شاء الله يستجابوا لهذا النداء ان شاء الله. ان شاء الله. سيدي دعوتم الى التعقل، الى عدم الانسياق وراء نداءات مغرضه من شانها المساس باستقرار القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا المنبر نشكر التلفزة الجزائرية على إتاحتنا هذه الفرصة للتعبير عن مدى توجه النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية للتكفل بالانشغالات والمطالب المهنية الاجتماعية لأعوان الحماية المدنية عبر التراب الوطني، وهذا في إطار التشاور والحوار الموجود بين الشريك الاجتماعي على المستوى المركزي والممثل في المديرية العامة للحماية المدنية، أو على المستوى المحلي والممثل في مديريات الحماية المدنية لولاية القطر الوطني. وهذا يخلي النقابة الوطنية مطمئنة على إيجاد الحلول الناجعة للمطالب والانشغالات التي هي قيد الدراسة عند السلطة الوصية والممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للحماية المدنية. للتنبيه نذكر
أعوان الحماية المدنية بأنه من خلال كما أشار زميلي وأخي الملازم بركاني جمال أنه كان فيه تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والعمران وكذا الاتحادية أو الفيدرالية الوطنية للجماعات المحلية والإدارة تحت إشراف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا قصد دراسة هذه المشاكل المهنية الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة في إطار قوانين الجمهورية. ومن خلال هذا ارتأت هذه اللجنة وبالتنسيق مع كل الإطارات النقابية اللي موجودة على مستوى النقابة الوطنية أو على مكاتب التنسيق الولائية لإيجاد الحلول في إطار قوانين الجمهورية وتكفل حقوق أعوان الحماية المدنية الذين يتمتعون بصورة طيبة اتجاه المواطن واتجاه الدولة الجزائرية. ما فاتئة الحماية المدنية أن تلعب الدور الأساسي وتشرف الجزائر في كل المحافل الدولية والوطنية، وأكبر دليل على تجنيد كل أعوان الحماية المدنية على مستوى التراب الوطني خاصة في المدة الأخيرة في وباء كورونا، أين نشهد عون الحماية المدنية يؤدي مهام شاقة ومهام متعبة ليلا ونهار، وفي أعز هذا الوباء وباء كوفيد-19، وكان للحماية المدنية استشهاد، ما نقولش وفاة، نقول استشهاد جلة من أفراد وأعوان الحماية المدنية نحسبهم شهداء عند الله من أجل راحة هذا المواطن ومن أجل رفع قيمة الدولة الجزائرية، دولة المليون ونصف المليون شهيد. ومن هذا المنطلق ندعو جميع أعوان الحماية المدنية إلى التهدئة والتعقل والتبصر، ويكون على ثقة في المسؤولين الإداريين وعلى رأسهم السيد المدير العام وكل الإطارات المديرية العامة للحماية المدنية وكذا كل الإطارات النقابية لأعوان الحماية المدنية لإيجاد الحلول المناسبة للمطالب والانشغالات المطروحة لدى الوصية. من جانب آخر ندعو جميع أعوان الحماية المدنية إلى روح المسؤولية والانضباط واليقظة وعدم الانسياق وراء النداءات المجهولة حفاظا على استقرار القطاع واستقرار البلاد، لأنه ما نقدروش نكونوا إلا في قطاع، نكونوا في الحماية المدنية نحافظ على القطاع لأنه هو مصدر رزق أبنائنا وعائلاتنا، نحافظ عليه وكذلك نحافظ على بلد، نحافظ على الوطن الذي ليس لنا وطن غيره. الجزائر بلاد المليون ونصف المليون شهيد، هي مفخرة في العالم من خلال الثورة التحريرية، ونحن كاتحاد عام للعمال الجزائريين واقفون وصامدون من أجل تحقيق كل مطالب أعوان الحماية المدنية في إطار التشاور والحوار، بعيدا عن الفوضى وبعيدا عن أي انزلاق لا قدر الله يعصف بالاستقرار داخل البلاد، داخل القطاع وداخل البلاد. الجزائر دولة كبيرة وعظيمة بشهدائها وبأبنائها المخلصين، وعليه ثقتنا كبيرة في كل أعوان الحماية المدنية أن يعطوا الصورة الحقيقية للجزائر وللقطاع الحماية المدنية. ونعطي فرصة إلى اللجنة الوزارية المشتركة للعمل في المسار الصحيح، وحتى يتسنى لها تحقيق كل المطالب الشرعية والخاصة بسلك الحماية المدنية، وأؤكد المطالب الخاصة بأعوان الحماية المدنية في إطار القانون الأساسي الخاص لأعوان الحماية المدنية. ثقتي كبيرة وثقتنا كبيرة كنقابة وطنية
أو كإطارات ومسؤولين في المديرية العامة للحماية المدنية وعلى رأسها السيد المدير العام والمدراء المركزيين وكل إطارة المديرية العامة أن تجد هذا النداء الأذان الصاغية للتحلي بروح المسؤولية واليقظة والحفاظ على هذا القطاع ألا وهو قطاع الحماية المدنية. وأنوه وأشكر كل أعوان الحماية المدنية على المجهودات الجبارة الذين يقومون بها في على جميع المستويات في جانب التدخلات أو في جانب الوقاية أو في جانب يعني كل المهام المنوطة بأعوان الحماية المدنية. إذن الجزائر غالية علينا والحماية المدنية غالية علينا، نسعى جاهدين إن شاء الله أن كل أعوان الحماية المدنية يكونوا واعون و لا 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 باللغة الدارجة ما يمشيوش وراء المجهول، لأن هذه شبكات التواصل الاجتماعي ربما تجرنا إلى ما لا يحمد عقباه، وعليه ثقتنا كبيرة. ونقول لكل أعوان الحماية المدنية ثقوا في إدارتكم وثقوا في نقابتكم والمستقبل ظاهر أمامكم. وشكرا ونشكركم على إتاحتنا هذه الفرصة، والجزائر ثم الجزائر ثم الجزائر. تفضل سيدي. ما اسمك فولي انا جوست نزيد امتي يعني الاعوان الخدمه تاع هذه اللجنه سيتم اخبارهم كل ما ندير كل ما تكون يعني اجتماع ونخرجوا الاخر سيتم اخبار الاعوان بالشيء اللي لحقنا له بالشيء اللي لحقنا له، يعني يكونوا على علم بكل كل ما تكون اجتماع يكون اخبار، دونك الاعوان يكونوا على علم في l'avancement des travaux même si c'est-à-dire qu'on a un avancement combien même ces revendications sont légitimes. شكرا جزيلا الملازم بركاني جمال الأمين العام للنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية، شكرا لك. وبدحة عمار المكلف بتنظيم بالنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية، شكرا لكما على الحضور وعلى كل هذه التفاصيل. شكرا. في الانشغالية الصحية أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن كل الهياكل الصحية متأهبة لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بكورونا، معلنا عن استلام جرعات جديدة من اللقاح قريبا. جاء هذا خلال تدشينه لبعض المرافق الصحية الجوارية بالعاصمة بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطن ورفع الضغط على المستشفيات. عندنا احنا داخل المستشفيات فيه اقسام مخصصه اذا كان فيه ارتفاع اكثر كاطباء ولا المجالس العلميه داخل المستشفيات راهي تدرس حسب الارتفاع العدد يديروا بعض الاقسام اللي تكون موجهه. لما يكون عندنا عدد كبير من اللقاح نلقح هنا باش نقدموا اللقاح، وان شاء الله عند قريب تكون عندنا كميه من اللقاحات ونلقحوا في هذه الاماكن ان شاء الله. انا انتظر ان شاء الله اخر في بعض يوم او يومين يجينا عدد من اللقاحات ونعاودوا نمدوهم لكل المستشفيات والعيادات باش نلقحوا المواطنين. عندنا في شهر ماي ان شاء الله يكون العدد اكثر. في السياق ذاته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر فرانسوا انغيسون وخلال لقاء نظم أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين أن الحكومة الجزائرية بذلت جهودا كبيرة منذ بداية انتشار الوباء وأنها انتهجت المسار الصحيح في تسيير الوضع المرتبط بالجائحة، كما تم تسجيل تقدم في مجال الوقاية من كوفيد-19. الحكومة الجزائرية ضاعفت الجهود للتحكم في هذا الوباء منذ بداية انتشاره. المهم هو التحكم في الوضعية الوبائية، ولحد الآن الجزائر استطاعت فعلا أن تنجح في هذه العملية.
ضمن فعالية شهر التراث، شافت اليوم وزيرة الثقافة مالكة بندودة بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بالعاصمة على افتتاح معرض لفن الخط العربي المنمنمات والتذهيب بعنوان روابط واستمرارية. المعرض الذي يضم 51 عملا فنيا لثمانية خطاطين جزائريين سيسمح لمحبي الخط العربي خلال شهر كامل بالتواصل مع أعمدته. في لمسة جزائرية، في مدرسة جزائرية لازمنا نحافظ عليها ونعتني بها ونوجه شبابنا اليوم لجديد في هذا الفن، نوجهوه إلى يعني التشبع بهذه المدرسة الجزائرية باش تستمر وتظهر أكثر فأكثر في العالم. بفضل دعم الوكالة الوطنية لتنمية ودعم المقاولاتية، استطاع الشاب سامي تحقيق حلمه في تجسيد مستثمراته الفلاحية بولاية إليزي. من جهتها قدمت السلطات المحلية دعما آخر تمثل في حفر الآبار وإنجاز أحواض مائية فضلا عن المرافقة التقنية للفلاحين. إبراهيم بالخير. هنا بالمحيطات الفلاحية لبلدية إليزي استطاع الشاب سامي أن يحقق حلمه بتجسيد مستثمرته الفلاحية بفضل دعم الوكالة الوطنية لدعمه وتنمية المقاولاتية. دعم تاع الانسج ديتو تاع الفلاحة وخدمت في الفلاحة، وهذه هي راكم تشوفوا تراب راهي تجيب حاجة مليحة كما الرمان، كما الدلاع، كما الزرودية، كما السلطة، كما النعناع والقصبر، راهي تجيب بها كلش كاع كاينه خير ربي لما متوفر. بعد حصولهم على الاعانه تاع لونسيج وعلى حصولهم على ارض خاصه بالفلاحه، حنا ولا نرافقوهم مرافقه تقنيه على مستوى الميدان، وثانيا نرافقوهم من خلال تجسيد المشاريع تاعهم ومن خلال الصناديق المتوفره على مستوى القطاع. تعتمد هذه الاستراتيجيه على مقاربه اقتصاديه بحته، وهذا من اجل استحداث نشاطات ومشاريع ذات مردوديه اقتصاديه التي تعود بالفائدة على الشاب المستثمر. وبهدف تحقيق الاكتفاء المحلي في مختلف المحاصيل الزراعية، دعم آخر تقدمه السلطات المحلية للفلاح بتوفير الطاقة الكهربائية وفتح للطرق، إضافة إلى المرافقة التقنية للمصالح الفلاحية. السلطات المحلية أعطونا الأبار والأحواض مائية و قطع الغابات، عطاونا كاين اللي عطاو له اشجار مثمره والاخرين ومسدات الرياح. الامكانيات اللي دارتها الدوله، بعض الدعم اللي راها تمده الدوله في اطار الاعانه في اطار الدعم، هذه اولا. ثانيا انها كاين الكهرباء. ثالثا المشكل اللي هو مطروح عندهم هما باش توصل للمحيط هذا كاين تعب نتاع الطريق، رانا نديروا لها في انستيماسيون في تقويم باش نجمو على الأقل نوصلوا لهم طريق من المدينة إلى منطقة حلوفة. الاستفادة من الدعم حفز كثيرا عنصر الشباب للولوج إلى قطاع الفلاحة تعزيزا لقدرات ولاية إليزي في إنتاج مختلف المحاصيل. بهدف التقرب من المواطن وتعريفه بكافة التعاملات المصرفية، نظم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بورقلة أبوابا مفتوحة اطلع من خلالها المواطن على وسائل الدفع الإلكترونية والتي من شأنها تسهيل التعاملات البنكية وتأمينها. هاجر بن كران. أبواب مفتوحة على بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية ورقلة تهدف إلى التقرب من المواطن وتعريفه بالخدمات التي يقدمها البنك. بهذه المناسبة أردنا أن نعلم كل شرائح المجتمع الجزائري، كل شرائح المجتمع الورقلي أن يتقدموا إلى هنا ليسمعوا بأن المنتجات المالية لكل الناس، للفلاحين، للبطالين، للطلبة الجامعيين، لطلبة التكوين المهني، لكل أصحاب المهن الحرة. منتجات مصرفية وخدمات متنوعة على غرار خدمة الدفع الإلكتروني اطلع عليها المواطن خلال هذه الأبواب المفتوحة. استحسنت هذه المبادرة علاش؟ لأنه تيفيتي ديجا هذاك الكومبرومون، تيفيتي لو ديبلاسمون، يتم بهذه البطاقة هذه اللي دارها بنك التنمية
نظن انه راح يحل لنا بزاف مشاكل للشراء في المحلات التجاريه واستعمالها في تخليص الفواتير في مثل سون الغاز وموبيليس وغيرها من المؤسسات الوطنيه. كذلك السيوله دائما متوفره في بنك بدر 24 ساعة كما تم التوضيح من طرف المسؤولين. إذن هي خدمات إلكترونية مؤمنة يقدمها بدر بنك تجعل من المواطن يتفادى التعامل بالسيولة النقدية في حياته اليومية. تستذكر الأمة الإسلامية في مثل هذا اليوم 17 من رمضان غزوة بدر الكبرى، أول معركة في تاريخ الدولة الإسلامية الناشئة، أعز الله فيها المؤمنين على قلة من العدد والعدة وإيمان راسخ بنصر الله، وأذل فيها المشركين على كثرة من التعداد، فكانت بحق يوم الفرقان. غزوة بدر الكبرى، العبر والعظات في تقرير أميرة بوشايب. 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى التي تعد من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام وأولها، والتي انتصر فيها المسلمون وهزم فيها المشركون، فأضحت يوما مباركا ومحطة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية ومنعرجا نحو نصرة الإسلام وبزوغ دولته. غزوة بدر أسماها الله تعالى في كتابه العزيز يوم الفرقان، لأنه فرق بها بين الحق والباطل، حيث كان عدد المسلمين فيها 300 رجال، وكان تعداد جيش قريش 1000 رجل ومعهم 200,000 فرس، فحين رأى المسلمون جيش عدوهم لجأوا إلى الله عز وجل مستغيثين متضرعين، وألقوا بأمرهم إليه فاستجاب لهم ونصرهم على عدوهم نصرا عزيزا. المتمعن في أحداث موقعة بدر يدرك أن التاريخ أودع في فصولها سرا تكتنفه الهيبة، وجعل من أدوار القتال فيها موعدة خالدة، فهي تعد من أول وأشهر الغزوات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم وأكبرها. لذلك تحيي الأمة الإسلامية كل سنة هذا اليوم استذكارا لهذا الحدث العظيم في مسار الرسالة المحمدية، ليبقى ذكراها نبراسا للعظات والعبر. في الذاكرة التاريخية أحيت ولاية قسنطين الذكرى 63 لاستشهاد البطل مسعود بوجاريو بوقفة ترحم على أرواح الشهداء ومحاضرات قيمة نظمت شهادات حية لرفقاء الشهيد الذي كرمت أسرته بالمناسبة. دوليا وفي الشأن الصحراوي، دعت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مرحبة بالبلاغ المشترك الذي وجهته 4 آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة المغربية بهذا الخصوص. إلى ذلك وجه البرلمان الجهوي بمقاطعة غاليسيا الإسبانية أمس نداء عاجلا إلى جميع الأطراف لتسريع وتيرة المفاوضات لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مناشدا الحكومة الإسبانية القيام بواجباتها حيال القضية الصحراوية. أخبار دولية أخرى تتابعونها مختصرة مع ملكة سحقي. استوطن فيروس كورونا المستجد الهند في ارتفاع غير مسبوق للحصيلة اليومية للإصابات، والتي بلغت الأزيد من 379 ألف إصابة جديدة وأكثر من 360 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، وضعية هرعت على إثرها العديد من الدول إلى تقديم مساعدة طبية استعجالية من أجهزة تنفسية وقارورات الأكسجين في محاولة للتخفيف من وطأة هذا الوباء.
لم تهدأ الدراسات عبر العالم في مواجهة هذا الوباء، وفي سباق كبرى الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، أعلنت شركتا فايزر وبيوانتك عن تقديم طلب الحصول على رخصة استخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لدى من تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما حسب نتائج ناجحة لتجارب سريرية. ومن الوباء إلى الفضاء، حيث أرسلت الصين وحدة تيانخال أساسية لمحطتها الفضائية، وهي أكبر مركبة طورتها الصين. محطة الفضاء التي ستكون على شكل حرف تي يبلغ عمرها المصمم 10 سنوات، وتعمل على صيانة المركبات الفضائية الكبيرة في المدار، كما ستصبح مختبرا فضائيا ضخما يدعم الإقامة الطويلة لرواد الفضاء والتجارب العلمية والتكنولوجية واسعة النطاق. والختام من مدينة الجسور المعلقة، حيث ليالي 6 تضيء سهرات رمضان بمدينة الصخر العتيق، يقول رضا تبرماسين. ليالي رمضان في سيرطة لا يزينها إلا إيقاع العساوة وعذب الصوت والكلام. لجنة النشاط الثقافي لبلدية قسنطينة، وبعد غياب انطلقت في برنامجها من هذه الخاصية، فاحتضنت قاعة الشعب سهرات لا تنسى. من كيبدا رمضان وحنا نجيو سهرات عائلية ممتازة جدا، محترمة جدا، كل شيء كان رائع جدا. كل بلاصة وحطتها، وكل بلاصة وقعدتها، وكل بلاصة وزينتها. قاعدة نكتشف التقاليد تاعنا، فلغنا تاعنا، حاجة مليحة بزاف. قسنطينة معروفة كمدينة في شهر رمضان، مدينة خليني نقول ثقافية فنية بامتياز. ولو أنه غابت هذه السنين أولا بفعل جائحة كورونا، ثانيا كان فيه واحد الركود الثقافي، الآن فيه نشاط وحيوية في المدينة. البرنامج مستمر والليالي مستمرة، وفيلم سينمائي جزائري ليلة كل خميس في هذا الشهر الكريم، لتكون سهريات رمضان سيرطة جزائرية محضة. رجعت قسنطينة بقوة وبحماس، والحمد لله في كل قاعة توجد الأفراح، توجد المسرات. وإن احتضنت قاعة الشعب طبع العساوة، واحتضن المسرح عروضه، فقصر الثقافة ملك حداد لا يزال يواصل سهراته في المالوف، ممتعا جمهور قسنطينة الذي أعاد لرمضان وهج لياليه. نهاية النشرة. إلى التذكير بالعناوين: وزير الصحة يؤكد تأهب الهياكل الصحية لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد المصابين بكورونا، وأن الجزائر ستستلم قريبا كمية جديدة من اللقاحات خلال تفقده لمشاريع القطاع بالعاصمة. النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية تؤكد أن المطالب المشروعة للعمال قيد الدراسة من قبل الجهات الوصية، وتحذر من خطورة الانسياق وراء نداءات مغرضة تستهدف المساس باستقرار القطاع. وكما تبعتم، كان معنا ضيفا النشرة الأمين العام والمكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية. تحفيزاً لشباب المستثمر، نماذج فلاحية ناجحة بإليزي بفضل دعم الوكالة الوطنية لتنمية ودعم المقاولاتية. الأمة الإسلامية تحيي اليوم ذكرى غزوة بدر الكبرى، وفي النشرة كانت لنا وقفة عند العبر والدروس المستقاة من هذا الحدث الهام من تاريخ الإسلام. لكم منا أطيب المنى، في أمان الله.